مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلي، برنامجكم المميز دائما الأهلي الليلة، وحلقة مميزة جدا النهاردة. معنا طبعا نجم النجوم الكابتن أحمد ناجي في فقرة حوارية مميزة جدا، ويكون معنا فقرات كبيرة زي ما أنتم متعودين في الأهلي الليلة. كمذيع موجود على قناة الأهلي دايما بستنى يعني المواجهات الكبيرة والنهائيات والبطولات عشان دايما أطلع أفرح معاكم ونتكلم بشكل كبير جدا. لكن لما نيجي نتكلم عن كرة القدم وعن الرياضة وقاموس الرياضة، لازم نبقى عارفين ومتأكدين إن الرياضة فوز وهزيمة. لا يمكن تكون ماشي بفوز مطلق، ولا يمكن تكون ماشي بهزيمة مطلقة. ولما تبقى بتحطم كل الألقاب وبتحقق أرقام مفيش حد غيرك يقدر يحققها أو يحطمها أو يقوم بيها ويفرح جماهيره ويفرح بلده كلها، انت النادي الاهلي. وده مش موجود في قاعدة الرياضة، وده مش موجود في العالم كله، وده مش مبرر مني خالص، ولكن هي دي الرياضة. تفرح قوي وتهيص وتبقى مبسوط لما فرقتك بتكسب، تزعل جدا وبتغضب وبتاخد على خاطرك لما فرقتك بتتهزم، أمر طبيعي جدا. لكن الأمر اللي مش طبيعي إنك تبقى فرحان جدا على فوز على هزيمة المنافس بتاعك أكتر ما تبقى فرحان لفرقتك. إن البعض المنافسين واللي بيتفرج عليك بيبقى دايما قاعد مستني لك وقعة، هو فاقد الأمل عنده تماما، فبالتالي بقى فرحته وكسرته عندك أنت. أنت كسبت هو مش فرحان، انت اتغلب هو فرحان، لكن انت كأهلي دايما بتبص على نفسك ما بتبصش على غيرك. هارد لك للنادي الأهلي وجماهيره، مبروك للترجي وجماهيره. مباراة كرة قدم عدت، بطولة عدت، الأهلي خد البطولة ما أخدش البطولة بيطوي دايما الصفحة، عشان في صفحات جاي، في بطولات جاي، في مباريات جاي، في مستقبل. أكيد إن النادي الأهلي بيتعلم من هزيمته، وأكيد إن الهزيمة كان فيها بعض الأمور السلبية. واحد يتكلم في مدرب، واحد يتكلم في لعيبة، واحد يتكلم في خطة وطريقة لعب، لكن ثقوا تماما إن اللي كان جنب النادي الأهلي في الظروف الصعبة جدا، في الظروف اللي كانت الضغوط فيها من كل حتة، بعد ربنا جمهوره بس، بعد ربنا جمهوره بس، جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه، جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اللي أخد تحذيرات بكل المقاييس، ما تسافروش مع الفريق. ناس سافرت وراحت، وهي أحداث كرة قدم، مش هتكلم في حاجة، هي أحداث كرة قدم ايا كانت، هي احداث كره قدم. العلاقه بين جماهير الترجي علاقه محترمه جدا، العلاقه بين الشعب المصري والتونسي حدث ولا حرج. شكرا للامن التونسي، شكرا للجيش التونسي، شكرا للتامين، شكرا على كل حاجه. هي مباراه كره قدم، وبنقول وبنكرر على شاشه قناه النادي الاهلي مبروك للترجي وهارد لك للنادي الاهلي، وهي كره القدم. في ظل كل ده اكيد في مستقبل هنتكلم عنه، وفي ظل كل ده هنتكلم عن طوي الصفحة وبعدها ايه، وفي ظل كل ده كل الظروف ما كانتش معاك. تعال نحط الإعلام المصري في كفة والإعلام التونسي في كفة، تعال نحط إعلام وقف في ظهر فريقه بكل أطيافه، هما ما عندهمش منافسة مع فرقة تانية عندهم، هما ما عندهمش إعلام ضد عندهم، لكن لما تقف بلد كامل ورا فرقة وحقهم جدا، وده الصح وده الطبيعي ان كله يقف ورا فرقته ويشجع ويتعاون ويحط ايده، بتكلم من رئاسة الوزراء، بتكلم من الجامعة التونسية اللي هو اتحاد الكورة، بتكلم من الفرق، بتكلم من رجال تونس داخل الاتحاد الافريقي. الناس بتشتغل، ناس عندها انتماء، ناس عايزه تتكلم. تيجي تفاجأ ان الترجي كان عنده مشكله في
في دور الثمانية ومباراة مع النجم فيها قصة مفيش كلام فيها. تيجي تبص تلاقي الدور قبل النهائي ومباراة مع بطل أنجولا أول أغسطس. 2-2 بيحرز الهدف الثالث بيتلغي وبتحسب عليه ضربة جزاء. كلام كتير جدا. مفيش أي حاجة بتحصل ولا حكم ولا لفت نظر ولا حاجة. تيجي تقول لي لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي ما بتجتمعش ما بتجتمعش في البطولة غير عشان الأهلي؟ تجتمع مرة توقف لك شريف إكرامي مباراتين بدون أي حاجة ولا فيديو بقى ولا أي حاجة. وقص تقرير حكم كتب هو مش عارف اعترض إيه على نقالة إيه ولا كلم ولد في الملعب بشكل مش كويس. يعني تيجي تتكلم إن في لقطة تداولت لأزارو صح غلط هي بره سياق المباراة رسميا. صح غلط أدعو مخرج المباراة المصري أن يشاهد مباراة الأمس وأن يتعلم من مخرج المباراة التونسي. أدعو مخرج المباراة المصري أن يشاهد مباراة الأمس. يشاهد مباراة الترجي والأهلي على الأهلي على ملعب رادس. ويشوف المخرج نقل لنا المباراة ازاي. ويشوف المخرج لما الشماريخ غطت الملعب كله والدخان ما كانتش نقلة الصورة في وجود رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي و و و و ما فيش شوت راح على الدخان ولا على الشماريخ. ما فيش شوت راح على الكور اللي ما بتجيش من بره. ما فيش شوت راح على المدرب التونسي وهو بينفعل. اتكلمت مع ناس كتير جدا وانا افهم في الشغلانه دي كويس. ازاي لقطه معينه تتصور وتخرج وتروح وتتذاع في مكان تاني؟ لازم تكون اللقطه دي خرجت من عربيه الاذاعه الخارجيه ولازم تكون خرجت بعلم المخرج. انت راجل شايف شغلك وراجل شايف الامانه. بس الامانه بقى كنت عارضها في الماتش. طالما هي امانه طالما انت بتقول دي امانه كنت اعرضها في الماتش. كنت اعرض اللقطه دي في الماتش. كنت فرجني اللقطه دي في الماتش. خزنتها بغرض وبعتها بغرض واتذاعت في وقت معين علشان ما تلحقش تعمل عليها ديفنس او تلحق تاخد قرار عكسي بغرض. امور واضحه جدا.